أن الوضع المائي في بلادنا كان يظهر بأنه يعني الوضع ليس طبيعياً. وعلى إثر هذه الاجتماعات تم إحداث واحد اللجنة ديال اليقظة اللي كتقوم بمتابعة هذه القضايا هذه ديال الماء. الأولوية هي الماء الصالح للشرب. الأولوية هي الماء الصالح للشرب، هي أن يشرب المغاربة. الفلاحة 85% 85%، نعم، لكن ملي كتكون الأمور عادية وطبيعية والماء موجود وما كاين حتى مشكل. الآن الحكومة قامت بواحد المجموعة ديال الإجراءات اللي الهدف منها طبعا هو أنه ما توقعش واحد الانقطاعات ديال الماء، وتم التعبئة مجموعة من الإمكانيات المالية، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات آخرها الدورية ديال السيد وزير الداخلية التي وجهت إلى مجموعة من يعني الولاة والعمال لتدبير هذه المادة.